اه المشكلة انه الدكتور هشام بيقدم مثال يعني الحقيقة مسيء لتاريخ الدولة المصرية. سب وقذف؟ لا مثال مسيء، ما ولا سب ولا قذف ولا اي حاجة، ما فيش. انا عاوز اقول حاجة في الموظف العام، الموظف العام يجوز في حقه ما لا يجوز في حق المواطن العادي. الموظف العام في حاجة اسمها ضريبة الموظف العام. ضريبة الموظف العام ان يكون كذا. لا انا لا احقر من شأنه، هو الذي حقر من شأن نفسه لسبب بسيط جدا، انه تصدى لشيء لامر لا يملك فيه لا فتية ولا مقدرة. هذا رجل انا انصحه وقد نصحته من قبل بالفعل ان هو ابدا الحياة قدرا من البراعة ملحوظا في هذا الكلام حين تحدث عن ضرورة تنظيف اسداء النساء قبل الرضاعة او الى اخره. يعني هو واضح انه مغرم بالاشياء المنزلية دي او بعمل دورات للبي بي سيترز او شيء من هذا القبيل. عموما لكن في توقيت وجوده كرئيس الحلقة الله اعلم هيكون موجود ولا هيكون فيه. وجوده كرئيس لوزراء مصر سواء ظل موجودا او زال وجوده، انا اعتقد هو جزء من الاهانة التي ترتكب في حق هذا البلد الذي قد يكون مسكينا وعظيما في الوقت نفسه.